عارفين من كذا ومن كذا، والناس مواقفها معروفة، ولكن انتوا عارفين موقفنا من زمان، من قبل ما يبقى فيه حتى مصر يوم، ولا يعني الحمد لله يعني. ولكن زي ما بقول مرة تانية، حمد رزق بصراحة المصري يوم خسرت، حمد رزق خسرت ألم حمد رزق. وهل حمد هيبقى هيفضل كاتب ولا هيمشي؟ معرفش المعلومة دي يعني، معرفهاش. ولكن هيظل مقالته موجودة ولا لا؟ معرفش برضو يعني، ده سؤال مصر يوم ممكن ترد، أو حمد رزق زميلنا يقدر يرد. ولكن مرة تانية أنا بشكر حمد رزق على كم شهر اللي قعدتهم في مصر اليوم، فترة قصيرة للغاية. ما عنديش تفاصيل، ما عنديش تفاصيل يعني أطلع، يعني لو عندي معلومات تفاصيل ممكن أقولها، ولكن أنا عندي تحليل، عندي تحليل شخصي بي أنا. تحليل الشخصي، تحليل الشخصي اللي ممكن مصر يوم ترد وتقول صح أو غلط. مصر يوم فيها كتل، ثلاث أربع خمس كتل، ثلاث أربع خمس كتل، كل حد عنده كتلة في الجورنال، في المؤسسة يعني. فلان عنده مجموعة، فلان عنده مجموعة، وفلان عنده مجموعة، وكل واحد بيشغل المجموعات دي في وقت كده ممكن يبقوا مع بعض لو مش عايزين حد بعينه، فيتكاتلوا عشان ميبقاش فلان، او لا ما مش عاجب مثلا يعني، بيعملوا. ولدرجة انه بعض الناس اللي مش موجودين في الجورنال دلوقتي ليهم ناسهم في الجورنال، ليهم ناسهم اللي داخل الجورنال. مؤسسة غريبة جدا، مش غريبة يعني انها لا، بس بحكي لكم بعض الحاجات اللي جوه المصري. مصري ممكن يطلع استاذ صلاح ويطلع عبد اللطيف المناوي والدكتور عبد المنعم يقولوا الكلام ده مش صحيح، ممكن ممكن، بس انا بقول لكم اللي انا عارفه، اللي انا شخصيا عارفه وتحليلي يعني. فيبقى مسألة صعبة انه اي رئيس تحرير يمسك مصر اليوم يعني، لانه الناس لازم تبقى عارفة الحكاية بتتم ازاي. ولكن حمد رزق انا بشكرك مرة تانية، و على الكم شهر اللي قضيتهم في مصر اليوم. واحد مش عايز يتكلم، خبر ابيض. وربنا يوفق استاذ عبد اللطيف المناوي واي رئيس تحرير هيختاروه لمصر اليوم، لانه احنا دايما بنقول بنحتاج الصحافه، بنحتاج يبقى عندنا صحف كثيره في البلد، ما بنحبش اي جورنال ولا نتمنى لا اي برنامج يغلق ولا قناه تغلق ولا 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 صحيفه تعطل او صحيفه تغلق ولا قلم يقصف. ده دورنا، ودايما نقول الحكايه دي لا نتمناها ابدا لاي شخص، لا تتمناها ابدا لاي شخص، انه اصعب حاجه على الصحفي انه يبقى قلمه ده يتوقف عن الكتابه. بالنسبه له اكنك موتته تماما، او بيتكلم عنده برنامج فيبقى بالنسبه لك بتموته. هم دول اللي نحن ما عندناش، عندنا كلامنا وعندنا كتابه، ما عندناش حاجه اخرى، ما بمسكش انا سلاح في ايدي، انا عندي قلمي. قلمي لا اقدر، هو بالنسبه لي هو يعني، واي صحفي بيحب مهنته هو عنده قلمه، طالما القلم النزيه، القلم النظيف اللي هو ما حدش بيشغله يعني، اللي هو ما بيشتغلش لحساب حد، اللي هو يقف مع بلده. حمد رزق واحد من الناس اللي يقف مع بلده، تاني يقف مع بلده. وحمد يعني يمكن كنتش مش عايز يعني احول موضوع لحمد وغيره، ولكن انه انا بالمناسبه يعني يمكن اول مره اتكلم عن زميل حمد رزق يعني بهذه الطريقه، ولكن لانه زي ما بقول لحضراتكم بيبقى فتره انه تبقى الناس تحتاج الكلمه الطيبه اللي يستحقوها بجد، والناس تبقى عارفه قيمه. النهارده قليل قوي في مجالنا، مجال المهنه يعني، الناس الحرفيين اللي هم الصحفيين بجد، بقت الاجيال خلاص تتناقص، تتناقص الاجيال.